سؤاله الثاني عن حكم تقبيل يد العلماء والصالحين يا شيخ. هذه المسألة التقبيل هو أحيانا يكون عرف وعادة، كما يفعله بعض الناس في تحايا بعضهم مع بعض، تجده يقبل يد الشخص والآخر يقبل يده على لا على وجه الإكرام، إنما على وجه العادة والعرف، ولذلك الصغير والكبير. فإذا كان عرفا فلا بأس. إن كان التقبيل لأجل الإكرام والإجلال لأهل العلم والفضل فهذا قال عنه النووي وجماعة من أهل العلم إنه لا بأس به، بل هو مستحب بالنظر إلى ما فيه من الإجلال والإكرام لحملة الشريعة الذين إجلالهم وإكرامهم هو إجلال لما يحملونه، هو لما حوته صدورهم من كلام الله وفقه وإدراك معاني القرآن الحكيم، لكن ينبغي أن لا يكون ذلك على وجه الذل لأحد، بل هو على وجه الإكرام لمن أكرمهم الله تعالى فلا بأس به. لكن علماؤنا فيما أدركت يكرهون ذلك، يعني يتجنبون أن يقبل الناس أيديهم، وهذا مسلك جيد لمنع ما يمكن أن يدب إلى النفوس، لأن النفوس ضعيفة يا أخي. لما يجي واحد يقبل يدك ما تأمن، هو يمكن هو مكرمك جزاه الله خير، لكن أنت ما تأمن تشوف نفسك والله أنا ما شاء الله علي الناس يقبلون يدي ويرون فيه، يعني هنا ينبغي الإنسان أن يحسس نفسه. كنت قد صافحت شيخنا سمحت الوالد المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله قبل ليلتين، وإكراما له قبلت يده، فقال لي شيخ خالد ما أسمح لك، حنا ما حنا بشيء. هكذا يعني هكذا يكون العلماء في تواضعهم و يعني بعدهم عن كل ما يمكن أن يدب إلى قلوبهم من العلو، وهو من